تواصل معارض أهل المدارس المنتشرة في أنحاء محافظة دمياط تقديم وبيع الملابس والأدوات المدرسية بأسعار مخفضة تصل نسبتها من 10 إلى 30% والتي تنظمها الغرفة التجارية بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط. قال سمير شطا نائب رئيس الغرفة التجارية بدمياط إن المعرض سيستمر لمدة شهر بمشاركة 46 عارضا ويضم كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس من زي مدرسي لجميع المراحل الدراسية وأحذية وشنط وجميع الأدوات المكتبية. يضم 45 عارض من كبرى شركات الملابس والأحذية الأدوات المكتبية الشنط كل ما يلزم الأسرة موجود في المعرض. احنا جينا المعرض نشتري حاجة المدرسة، الأسعار جميلة وأسعار كويسة. يعني كنت جاي أجيب لابني بنطلون جبت 4، كنت جاي أجيب شنطة حاطة لها رينج 500-600 جنيه، أنا جايبة الشنطة ب 350. جبنا حاجات أدوات منزلية، جبت الزمزمية، في السلع التموينية جبت سكر ومكرونة. نزلت أشتري الحاجات لقيتها بصراحة أسعار بسم الله ما شاء الله تمام، كأن احنا في من قلب المصنع، كأنك بتشتري من قلب المصنع بالظبط ويمكن أقل كمان. والناس هنا كلهم ناس ذوق، العارضين كلهم ناس ذوق وكويسين، بيقابلوا الزبون كويس، الأسعار كلها طبعا في متناول الجميع، والحمد لله اشترينا كل حاجة بأسعار تمام التمام.